على تفضله بترقص الزمن طمع، وعلى الحوار اللي تم بيني وبين سيادته وزملائي قبل طلوع المنصة، وعلى إحساسه بأن هذا الوطن لا يمكن أن ينكسر أبدا. الحقيقة إحنا في مؤتمر خاص بالضرائب العقارية، لكن كل واحد مننا جواه واجب لازم يشعر بيه تجاهه وتجاه على الأقل المقربين وأسرته. كل ما أحب أن أوجهه لسيادتكم جميعا قبل ما نتكلم عن الضرائب العقارية، لأني حاسة إن الكلمات اللي هقولها هي واجب كل واحد مننا كمواطنين على أرض هذا البلد. كل واحد مننا لازم يتخلى. جزيلي ويشرفني أن أرحب بضيوفنا على أرض محافظة أسوان، الحضارة والعرافة والتاريخ وأمل المستقبل. كما يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير على كريم دعوتكم لي بحضور هذا المؤتمر الهام الذي يتناول التعريف بقانون الضرائب العقارية بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلاته ببعض أحكامه في أغسطس الماضي ضمن جهود الدولة لإحداث سياسات جادة للإصلاح الاقتصادي بما يتواكب مع ما تشهده مصر حاليا من تعديلات تشريعية تهدف لتحقيق خطوات سريعة للنهوض بالاقتصاد والاستثمار. السيدات والسادة، إن التعديلات الجديدة لقانون الضرائب العقارية تهدف في المقام الأول لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل. الحقيقة دي نقطة مهمة جدا، يمكن من خلال شرح الدكتورة سامية قدرنا فعلا، يعني أنا واحد من الناس ألمت بشكل كبير جدا باستراتيجية هذا القانون وأهمية هذا التوجه، لأن هو بالفعل بيصب في النهاية في مبدأ أهم جدا، مبدأ اتحرك له الشعب أو اتحركت له فئات الشعب المختلفة في حراك أو ثورة يناير 25 يناير. المبدأ ده هو العدالة في التوزيع.